بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا الأطباء، بتكون بخير والصحة والعافية إن شاء الله. محاضرة جديدة اليوم، بس مجرد الصوت واضح تقولي أوكي حتى نبدأ المحاضرة. طبعا أول جزء من المحاضرة راح يكون عبارة عن كارديو فاسكولار، والجزء الثاني راح يكون عبارة عن بايو كيمستري. تمام، البايو كيمستري راح نكون نتكلم عن البروتين ميتابوليزم، بالمقابل الكارديو فاسكولار راح نمشي ويا الفيزيولوجي. أوكي، نبدأ ويا الكارديو فاسكولار سيستم. واحنا طبعا بالمحاضرات السابقه تكلمنا عن الفيزيولوجي، عرفنا مصطلحات مهمه بالكارديو فاسكولار فيزيولوجي، واضافه لهذا عرفنا الاكشن بوتنشال، عرفنا انه احنا عندنا تو تايبس اوف اكشن بوتنشال، شيء يكون بالاتريوم بالفينتريكل، واكو شيء يكون بالبيس ميكر، وهذا الشيء تكلمنا عنه بالمحاضرات السابقه. بالتالي اليوم راح نكمل ونتكلم عن الكاردييك ماسل اند كاردييك اوتبوتس. دائما احنا نسمع مصطلح الكارديك اوتبوت، واكو مصطلح الستروك فوليوم، واكو مصطلح الاجكشن فراكشن، وهي مصطلحات نسمعها، لكن اضافه الى هذا المين ارتيريال بريشر، اضافه الى هذا البلد بريشر، السيستوليك الدايستوليك، هواي مصطلحات نسمعها. فبالتالي اليوم راح نتكلم عن قضيه المسل كونتراكشن اوف كارديك ماسلز، وبعدها ان شاء الله راح نمشي ونتكلم عن هاي الفاريبلز ونحاول نفهمها قدر الامكان. تمام، نبدأ بأول جزء اللي هي المايوكارديال سيل ستراكشر، المايوكارديال ماسل، شنو الستراكشر مالت؟ طبعا احنا ما راح نشوف شيء جديد، يعني هي قريبه جدا عن اللي حكيناه بالسكلتال ماسل، واللي يتذكر هذا الشيء راح يعرف انه غالبيتها راح تكون قريبه، بس اكو فروقات بسيطه. اول شيء نجي الكونتراكتايل يونت اوف مايوكارديال سيل نسميها الساركومي، فبالتالي الساركومي هي الكونتراكتايل يونت اوف مايوكارديال سيل. عاده الساركومير مثل ما عرفنا، مثل ما حكينا بالسكلتال مصل، تتذكرون كان التقسيم مالتنا تمتد من زي الى زي لاين، وهذا الشيء تكلمنا عنه قبل. تحتوي على ثيك فيلمنت اللي هي المايوسين، وثين فيلمنت اللي هي الاكتين، اضافه للتروبونين والتروبومايسين، وهي اعتقد كليتنا نعرف هاي القصه. اضافه الى هذا طبعا كليتنا نعرف انه السكلتال مصل كونتراكشن من نفس القصه، الكارديك مصل ايضا الكونتراكشن مالته يصير شورتنينج وسلايدنج فيلمنت، وراح يصير كروس بريدجنج بين الاكتين والمايوسين، وهذا الشيء نتذكره كل الزين، ونتذكر علاقته ويا الكالسيوم وعلاقته ويا التروبومايسين، وهاي الشيء حكيناه بالسكلتال مصل. طبعا اكو فروقات بسيطه هسه راح نمر عليها ونعرفها. بالمقابل اكو ستراكشر شفناه بالهيستولوجي اللي هو الانتركليتد ديسك، اللي هو موجود عاده بالاند اوف ذا سيلز، وهو يساعدنا يكون rich in gap junctions، ويساعدنا انه cell to cell connection. فبالتالي gap junction وين موجوده؟ بالانتركاليتد ديسك. اوكي، وهي تكون low resistant pathway، ويسمح شنو؟ electrical transmission of action potential between myocytes. اضافه الى هذا طبعا وجود gap junctions بالتحديد بالانتركاليتد ديسك راح يخلي الكارديك مصل تشتغل از سنجل يونت. اوكي، فلهذا يسموها احيانا الكتريكال سينسيشيوم، ليش؟ لان كلها تشتغل از سنجل يونت، وهذا الشيء ايضا تكلمنا عنه قبل ما حكينا عن الهيستولوجي. اضافه لهذا نعرف انه نحن نحتاج الميتوكوندريا، نحتاج الاي تي بي. لقوا انه الميتوكوندريا بالكارديك سيل وبالكارديك مصل تكون ماتش مور فريكوينت ومور نيومرس ذان سكيلتال مصل، هذا الشيء نخليها ببالنا. اضافه لهذا تتذكرون الستركتشر مال تي تيوبيول، وشلون كانت الاكشن بوتنشال ينتقل عن طريقه. طبعا التي تيوبول مثل ما عرفنا انه هو راح يكون بشكل مستمر ويا السيل ممبرين، ومرتبط بالسيل ممبرين وبي انفاجينيشن، هذا الشيء تكلمنا عنه انه هو راح ينقل لي الاكشن بوتنشال. اضافه الى هذا اذا تتذكرون كنا نسمي هذا الستركتشر، من يتذكر هذا كنا نسميه؟ انا عندي تي تيوبيول، اوكي، مثل ما نشوف انا عندي هذا اللون الاصفر تي تيوبيول، ومنها موجود اكو ساركوبلازم كريتيكولام، اوكي، ومنها هنا ساركوبلازم كريتيكولام، هذا شنو نسميه بالسكلتال ماسل؟ شنو نسميه بالضبط؟ بالضبط كنا نسميه تراياد، اوكي، هو هذا الستركتشر عندي عباره عن تي تيوبيول وياها ساركوبلازم كريتيكولام، هذا اسميه شنو؟ تراياد. بالمقابل بالكارديك ماسل، وهذا الشيء ذكرناه اللي يرجع للماسكولوسكلتال، راح يتذكر انه احنا قلنا هي راح تكون عباره عن دايد الكارديك ماسل، مو مثل السكلتال ماسل. اوكي، فانت راح اشوفها بشكل دايد، ما راح اشوفها بشكل ترايد مثل ما شفناه بالسكلتال ماسل. اضافه لهذا عندي الساركوبلازم كريتيكولوم، وهو السايت اوف ستورج اند ريليز اوف كالسيوم، وهذا الشيء ايضا كليتنا نعرفه. ف
فبالتالي هاي الخطوات اللي حد الان اكو مشكله بها هي مجرد اعاده للي حكيناه قبل بالسكلتال مصل مع فروقات بسيطه. خلي ببالي وجود الانتركليتد ديسك ماتش مور نيومرس ميتوكوندريا اضافه الى هذا تكون بشكل دايد مو ترايد. هذا كله سبق ان حكينا عنه وتكلمنا عن تفاصيل هاي الستركتشر سواء تي تيوبيو سايكوبلازم كريتيكولام كلها حكيناها ويا الماسكلوسكلتال. طيب خلينا نحكي عن الاكزايتيشن كونتراكشن كابلنج، وطبعا هاي ايضا نفس القصه راح تشوفون نفس الموضوع راح ينعاد هنا، واللي يتذكر من عندكم التفاصيل اللي اخذناها الفرق بسيط شيء واحد فرق انه الاكشن بوتنشال هنا كان عندي عباره عن صوديوم، هنا راح يكون عباره عن كالسيوم. هسه راح نحكي عنه. انا عندي الاكشن بوتنشال من ينتقل عن طريق السيل ممبرين راح يوصل للتي تيوبيو. اذا تتذكرون السكلتال مسل كنا نتكلم انه انا من عندي الاستايل كولين ويسوي بايندينج راح تفتح لي الصوديوم شانل ويصير لي اكشن بوتنشال. هنا أنا لا، القصه ريليتد للكالسيوم. من يصير عندي بلاتو، اوكي هذا الشيء اللي حكينا عنه قبل بالمحاضره السابقه، راح يصير عندي كالسيوم انتري انكريز انترا سيلولار كالسيوم. هذا الكالسيوم راح يسوي يخلي انهانس كالسيوم ريليز فروم ساركوبلازميك ريتيكولم. هذا الشيء يسموه كالسيوم اندوست كالسيوم ريليز. انا عندي كالسيوم بيدخل للسيل، هذا الكالسيوم بيخلي يصير عندي ريليز للكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم، لهذا يسموها كالسيوم اندوست كالسيوم ريليز. فبالتالي يعني اثناء البلاتوم راح يدخل يصير عندي كون انفلكس اوف كالسيوم، اوكي هذا راح يخلي لي شنو؟ راح يخلي لي ريليز اوف كالسيوم فروم ساركوبلازميك ريتيكولم. اوكي اضافه لها طبعا مثل ما تكلمنا طبعا اكو عن طريق شي ريسبتر، تتذكرون من حكينا عن راينودير ريسبتر والداي هايدروبوريدير ريسبتر، هاي كلها اللي تكلمنا عنها وشرحناها بتفاصيلها وشنو علاقتها وشلون راح يصير عندي ريليز. اضافه الى هذا اكو نقطه مهمه نخليها ببالنا انه الاماونت اوف كالسيوم ريليز فروم ساركوبلازم كريتيكولم تعتمد على كم عامل. الاول انه هو ايش قد عندي كالسيوم موجود بالساركوبلازم كريتيكولم، فكل ما كان عندي الستورج هوايه كل ما يصير عندي الريليز اكثر. اضافه الى هذا كل ما كان عندي الانوارد كرنت الانفلكس اوف كالسيوم بالبلاتو اكثر كل ما راح يصير عندي الريليز اكثر. فاذا اني شغلتين اهتم بيها، ايش قد راح يصير عندي الريليز من الساركوبلازم كريتيكولم تعتمد على شغلتين، ايش قد عندي كالسيوم بالساركوبلازم كريتيكولم نفسه وايش قد عندي انوارد كرنت جاي من اوتسايد حتى يحدد لي هذا الريليز. هاي عاملين تحدد لي بالاكزايتيشن كونتراكشن كابلنج. اضافه الى هذا طبعا الكالسيوم من يصير له ريليز راح يزيد عندي انتراسيلولار كالسيوم. الكالسيوم راح يروح بايند منه، تذكرون قلنا عندنا تروبونين، بالتحديد الكالسيوم يروح عندي عده انواع من التروبونين. اللي يرتبط به الكالسيوم هو تروبونين سي، ومن يرتبط ويا تروبونين سي ايش راح يسوي؟ راح يسوي شو اسمه ديتاشمنت للتروبومايسين. التروبومايسين راح يصير له موف اواي، اوكي فبالتالي از ريزلت شنو راح يخلي لي فرصه يصير عندي اكتين مايوسين بايندينج، وهذا الشيء نفس القصه اللي حكيناها بالضبط بالماسكولوسكلتر. من يصير عندي اكتين مايوسين بايندينج راح يصير عندي هاي السلايدنج موفمنت ويصير عندي المسل كونتراكشن. فبالتالي اذا الماجنتيود اوف كونتراكشن تعتمد شنو على الانتراسيلولار كالسيوم. اعتقد هاي هنا تجي فرصه اهميه المراجعه اللي قارن الماسكولوسكلتر لمراجعه اللي يتذكر هاي الخطوات بالضبط وش تصير خطوه بخطوه. بالمقابل اللي صار له هواي ما مراجع يحس انه هذا الموضوع جديد ما افتهمه وهاي، فبالتالي لهذا دائما نقول المراجعه اهم من القرايه الجديده، المراجعه اهم شيء بالموضوع. انت بالنهايه اذا اجيت يوما ما وعندك وقت تقرا محاضره جديده لو تراجع وعندك بس كلش وقت ماكو، فانا افضل تراجع ولا تقرا محاضره جديده لان المراجعه اهم من المحاضرات الجديده، هاي خذوها قاعده تمام. اضافه لها طبعا ايش وقت يصير عندي مصر ريلاكسيشن؟ من يصير عندي ببساطه الكالسيوم يرجع لري اكيوميليشن بالساركوبلازم كريتيكولم عن طريق شيء يسميه كالسيوم اي تي بيز. هذا راح يصير لي عباره عن بمب ترجع لي الكالسيوم للساركوبلازم كريتيكولم حتى نرجع نعيد القصه مره ثانيه. اعتقد هذا الموضوع الاكزايتيشن كونتراكشن كابلنج كلنا نتذكره ونعرفه من ايام الماسكولوسكلتر. طيب اذا ما عندنا سؤال هنا حتى ننتقل للموضوع الجديد، عندكم سؤال شيء لو اوكي؟ طيب احنا حكينا بالمحاضره السابقه عن مصطلحات دروموتروبيك كرونوتروبيك اللي هي ريليتد للكوندكشن وريليتد للهارت ريت، اوكي؟ اليوم نكمل المصطلح الثالث اللي هو الاينوتروبيك.
contractibility اللي هي عبارة عن intrinsic ability of cardiac muscle to develop length, to develop sorry force, to develop contraction. ببساطة هذا يسميها anotropism. فبالتالي من أقول عندي هذه positive anotropic يعني زيد لي contractility. فبالتالي كلش مهم نخلي ببالنا هاي المصطلح. الانوتروبيزم هي ريليتد للكونتراكتيليتي، بالمقابل الكونتروبيك ريليتد للهارت ريت. خلي ببالنا هاي النقطه ما ننسى. عاده الكونتراكتيليتي تعتمد على الانتراسيلولار كالسيوم كونستريشن. كل ما يزيد عندي الكالسيوم كل ما كان عندي الكونتراكشن يزيد. وراح اعطيكم مثال هسه حتى ما ننسى هاي القاعده. ابسط شيء كلنا نعرف البيشنت اللي عندهم هارت فيليا، صح اكو مالتيبل لاين اوف تريتمنتس، بس من تذكر هارت فيليا دائما يجي ببالك يا دراجز كلش مشهور ينطوا بالهارت فيليا. طبعا له انديكيشن معين ومو دائما ننطي اعرف، بس قصدي انه احنا بدنا نحكي هسه حتى ما نفتهم الموضوع بالضبط. دايجوكسي صح لو لا؟ الديجيتالس عاده ليش ينطوها؟ لان ببساطه هي زايد الانتراسيلولار كالسيوم فزايد لي الكونتراكتيليتي. اوكي، واعتقد احنا سبق انه حكينا على الدايجوكسين فانكشن شلون، من يتذكر ايام كان حكيناها، من حكينا شلون يشتغل شلون زايد الانتراسيلولار كالسيوم، رغم انه احنا راح نعيدها بحاضر اليوم ونرجع نعيدها بالفارماكولوجي. بالضبط حكيناها ويا السيلولار بايوكيمستري، من حكينا عن الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس تكلمنا عن قضيه الدايجوكسين وشلون يشتغل. فبالتالي يقول لك انه احنا ببساطه كل ما يزيد عندي الانتراسيلولار كالسيوم كونستريشن كل ما يزيد عندي الكونتراكشن. يقول لك انه الكونتراكشن تقدر تسوي له استيميشن باي انجكشن فراكشن. هنا نوقف، هنا ناخذ موضوع قبل ما نكمل الكونتراكتيليتي. اكو مواضيع نحتاج نفتهمها قبل ما نحكي الكونتراكتيليتي، وهي عندكم بالكتاب يعني بالتحديد بصفحه تصور رقم 41. اوكي، عندنا موضوع اكو مصطلحات الستروك فوليوم، الكاردييك اوتبوت، والاجكشن فراكشن، حتى نفتهمها قبل ما نحكي عن الكونتراكتيليتي وتكون عندكم واضحه. لاحظوا هذا الشيء، انا هسه راح اعطيكم مثال وانتم تجاوبوني عليه. اوكي، تخيلوا انا عندي هنا هذا الشيء، اي شيء، معاء، خزان، سياره مال مي، اي شيء اخلي بيه مي. اوكي، بيها هنا عندي فتحه اخلي لها مي بيها، وعندي اضافه لهنا مكان هنا اقدر اسوي درينج من خلاله. تمام، لاحظوا هاي النقطه. اذا اجيت وسالتكم سؤال قلت لكم أنا هذا الجزء معين أرد أحسب خلال 1 hour ساعة إيش قد يطلع عنده هذا شو اسمه، إيش قد يطلع لي فلويد. أوكي، إيش قد يطلع من عنده فلويد، وقلت لك ترى هذا لاحظنا إنه هو تقريبا هذا الخزان مالته ينفتح تقريبا 10 مرات بالساعة، وكل مرة ينفتح فيها هاي العشر مرات بكل مرة يضخ تقريبا 10 لترات، او خلينا نقول حتى من 20 لتر. اوكي، وجيت وسالتك قلت لك تقدر تحسب لي ايش قد هذا يضخ لي بالساعه؟ من شلون تقدرون تحسبه؟ انا قلت لك هو هذا ينفتح 10 مرات وكل مره ينفتح يعطيني 20 لتر، ايش قد احسب هذا معناها ايش قد هذا يضخ لي خلال الساعه؟ بالضبط اجي احسب انه هو ايش كم مره ينفتح اللي هي قلنا 10 مرات، اللي هاي تمثل لي تقابل لي شنو؟ تقابل لي الهارت ريت دا احكي عنه. اوكي، بالمقابل كم مره بكل مره يضخ لي ايش قد يضخ؟ يقول لك كل مره ينفتح يعطيك 20 لتر، فبدها هاي 10 في 20 يساوي 200 بالضبط مثل ما جاوبته. هذا ال 20 اللي دا احكي عنه هو شنو؟ هو عباره عن الستروك فوليوم، الفوليوم اللي دا يطلع عندي هو هذا اسميه ستروك فوليوم، وبكل هارت بيت الفوليوم اللي يطلع عندي هذا اسميه ستروك فوليوم. فبالتالي انتم هسه حسب ما فهمتوا الكارديك اوتبوت اقدر احسبه شلون؟ شنو القاعده مالتي؟ حتى تنسون وانتم تخلون القانون، مو احنا نحفظه، انتم تخلون القانون وما تنسون. بالضبط اجي اشوف ايش قد عندي ينضخ بكل هارت بيت اللي هي ستروك فوليوم، اضربه في ايش قد؟ في كم هارت بيت عندي بالدقيقه اللي هي الهارت ريت، وبالتالي يطلع عندي هذا الكارديك اوتبوت. كل زين اذا احنا اتفقنا على مصطلح الكارديك اوتبوت. طيب خلي ارجع اسالكم سؤال ثاني حتى نفتهم بعد اكثر. زين اجيت وقلت لك انه هذا الخزان اللي عندي اتفقنا انه هو ينفتح 10 مرات كل ساعه، هذا الشيء اتفقنا عليه ونثبته. اوكي، وقلت لك ترى هذا وبكل مره ينفتح
دا حنعطيك مثال حتى لاحظ هذا الشيء. قلت لك انه ترى كان عندنا تقريبا قبل ما افتح هذا كان عندي بي 40 لتر، اوكي؟ اجيت وفتحت، كل من فتحت هذا كل مره افتح، طبعا هو مستمر دانطي بس هو مفول، الفول مالته ياخذ 40 لتر، تمام؟ وهو بالمقابل كل ما ينقص راح يجي اجي، فلاحظوا هاي النقطه. هسه انا سديته هو بي 40 لتر وساد كل شيء، ما يفتح ما يدخل عنده. اجيت فتحته قلت لك ان اني ورا ما فتحته بقى عندي بي 20 لتر. هنا انا اسالكم سؤال، ايش قد طلع عندي بكل فتحه؟ ايش قد يطلع عندي كم لتر معناها؟ بالضبط. شلون احسبها؟ 40 ناقص البقع اللي هي صار الحجم اللي كان عندي بالاساس، الفوليوم اللي عندي بالاساس ناقص الفوليوم اللي بقى ورا ما فتحته، هو هذا البقع عندي اللي طلع اللي هو 20. وهذا ببساطه مصطلح الستروك فوليوم. الستروك فوليوم هو ببساطه شنو هو؟ هو ان دايستوليك فوليوم. خلوا ببالكم هاي المصطلح، انا عندي هنا دايستول وعندي هنا ورا يجي مباشره سيستول. دائما من اقول دايستول معناها فيلنج دائملي، من اقول سيستول معناها كونتراكشن دا افرق. هاي خليها ببالي هاي المصطلح، ليش؟ لان راح نلقى مصطلح ان دايستوليك فوليوم. شنو اقصد بي ان دايستوليك فوليوم؟ يعني الفوليوم اللي صار عندي داخل الهارت ورا ما صار عندي كومبليت فيلنج، يعني هنا انا بهاي البوينت، هذا نسميه ان دايستوليك فوليوم. فبالتالي وهسه راح حتى نفتهم، عندي اضافه الى هذا من اجل يصير عندي كونتراكشن ويفرغ الهارت يبقى عندي فوليوم اسميه ان سيستوليك فوليوم، يعني بنهايه السيستول ورا الكونتراكشن. فبالتالي اريد اسالكم سؤال، لو كان هذا الخزان يقابل عندي الهارت، هنا انا اسال سؤال، الان دايستوليك فوليوم يا هو بالتحديد ال 40 لو ال 20؟ بالضبط، اللي هو ورا ما كملت املي هو ال 40 بالضبط. زي الان سيستوليك فوليوم شنو؟ ال 20 كل الزين. وهذا هو ببساطه هذا الستروك فوليوم. الستروك فوليوم هو عباره عن الان دايستوليك فوليوم اوكي ماينس ان سيستوليك فوليوم، ببساطه هو هذا هو الستروك فوليوم اللي بعدين من خلاله اقدر احسب الكارديك اوتبوت هو الستروك فوليوم في الهارت ريت. واضحه هاي المصطلح؟ عندنا مشكله لو تمام لحد الان؟ تمام كل زين. خلينا نشوف وراها، نيجي على اخر شيء هو الايجكشن اوف فراكشن. اذا هو الستروك فوليوم هو الفوليوم ذات ايجكتد اون ايتش بيت، كل هارت بيت يصير له ايجكشن. هذا هو شلون اقدر احسبه؟ ببساطه هو الان دايستوليك فوليوم ورا ما اكمل كومبليت فيلنج ماينس ان سيستوليك فوليوم ورا ناقص الفوليوم اللي يظل افتر كونتراكشن. ببساطه هو هذا الفوليوم اللي يطلع من الهارت. طيب الكارديك اوت بوت هو عباره عن الستروك فوليوم ملتبلايد باي هارت ريت. واضحه اطباء؟ عندنا مشكله لحد الان؟ طيب خلينا نيجي نسال سؤال. هسه نرجع على نفس هذا اللي عندنا ونفس الشيء، هو مليناه اخذ 40 لتر اوكي، وورا ما يفرخ طبعا يبقى بي 20 لتر، وهذا الشيء اتفقنا من عنده اوكي. واضافه لهذا عرفنا انه معناها ايش قد عندي هذا، قلنا هذا يمثل لي الان دايستوليك فوليوم كمثال، وهذا الان سيستوليك فوليوم. اذا اجيت وقلت لك اريد تحسب لي هذا الخزان اللي عندي هذا قدامي ايش قد يفرغ عندي بكل مره، اوكي؟ ايش قد يفرغ نسبه؟ ايش قد يفرغ من عنده؟ ايش قد يطلع من عنده؟ شلون تقدر تحسب لي اياها؟ يعني هسه هذا من يقدر يعطيني ايش قد عنده؟ ما دا اسال عن فوليوم، دا اسال عن نسبه بيرسنتج، اريد بالميه هيك حتى تكون واضحه. جيد كل الزين. انتوا قلتوا 50%، شلون حسبتوا 50%؟ ببساطه انتوا جيتوا حسبتوا، قلتوا اني ببساطه هذا عندي اني دا افرغ ايش قد؟ 20 صح؟ لان انا عندي 40 ناقص 20 هاي اللي دا افرغها على اساس اللي عندي بالبدايه اللي هو 40 صح لو لا؟ فبالتالي 20 على 40 ويساوي ايش قد؟ هاي 1 على 2 اللي هي 50%. وبالضبط هذا المصطلح اللي يسميه الايجكشن فراكشن، اللي هو ببساطه انت ايش قد تضخ باللحظه مقابل اللي عندك بالاساس. فبالتالي دائما الايجكشن فراكشن اللي هو شنو هو؟ اذا تحسبون ال 40 هي هاي الان دايستوليك فوليوم،
ماينس ال 20 الاند سيستوليك فوليوم، هاي تمثل لي شنو برايكم ك من ناحيه الكارديوفيزيولوجي؟ هاي شو تمثل، شنو نسميها هذا؟ بالضبط هذه الستروك فوليوم. فبالتالي انا عندي هو الستروك فوليوم عالي، هاي ال 40 شنو هي الجوه؟ الاند دايستوليك فوليوم. فبالتالي هي الستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم هو اللي نسميه الاجكشن فراكشن، اللي هو عباره عن فراكشن. ما بدنا نحكي عن ستروك فوليوم، بدنا نحكي، ما نحكي عن فوليوم، نحكي عن فراكشن. هاي النقطه نخليها ببالنا، وهذا كلش مهم هذا المصطلح. ليش؟ لان انتم سامعين، ما اعتقدك واحد ما قارئك اذا مش شايف يقول لك ترى الاجكشن فراكشن 60% او 50% او 55 او 70، صح لو لا؟ فبالتالي الاجكشن فراكشن هو يفيدنا كلش، يعطيني فكره عن الهارت فيلير. فبالتالي هو فراكشن اوف ان دايستوليك فوليوم ان ايست اجكتد ان ايست ستروك فوليوم، يعني بين قوسين ايش قد الضخم من الموجود، ايش قد نسبه، هو فراكشن مو فوليوم. هاي نقطه كلش مهمه. فبالتالي هو ايش قد النورمال، يقول لك 55%. يعني اذا الهارت مثلا بمثال، مثال 100 لتر نضخ احنا تقريبا 55، طبعا ماكو هيك رقم، هذا هيك بس تقريبا. اوكي، اضافه الى هذا طبعا شلون احسب الاجكشن فراكشن؟ هو عباره عن الستروك فوليوم اللي هو نفسه اند دايستوليك فوليوم ماينس اند سيستوليك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم. واضحه فكره الاجكشن فراكشن؟ طبعا الاجكشن فراكشن مو كل الهارت فيلير شو اسمه يقل، اكيد، لان احنا عندنا دايستوليك هارت فيلير وسيستوليك هارت فيلير، هذا بعدين مو موضوعنا، ان شاء الله ناخذه بعدين بالباثولوجي ونفهم قصته. تمام، واضحه هاي الفاريبلز؟ عندنا مشكله لو تمام واضحه اطباء؟ تمام كل الزين، ما دام ما عندنا مشكله خلينا نرجع على الموضوع مالك اللي هو الكونتراكتبلتي. مثل ما قلنا هي الابيلتي اوف كارديك مسل تو ديفلوب فورس. اوكي، ببساطه هي احنا ايضا نسميها اينوتروبيزم، تعتمد على شنو؟ على الانتراسيلولار كالسيوم كونستريشن. شلون اقدر تنطيني فكره عن الكونتراكتبلتي؟ عن طريق احسب الاجكشن فراكشن اللي هو الستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم، وتقريبا هو نورمال اكثر من 55%. طيب انا عندي مصطلحات، عندي بوزيتيف اينوتروبيك مثل ما كان عندي بوزيتيف كرونوتروبيك، مثل ما عندي بوزيتيف دروموتروبيك، وعندي نيجاتيف. البوزيتيف اللي يزيد لك الكونتراكتبلتي، النيجاتيف هو اللي يقلل لك الكونتراكتبلتي. وهنا أنا اريد انتم قبل ما نحكي منو يعطيني فكره منو تتوقعون يزيد لي الكونتراكتبلتي؟ ايش انتم برايكم؟ منو ببالكم شيء شغلات ممكن زيد الكونتراكت؟ بالضبط، الديجوكسين ممكن زيد الكونتراكتيلتي، السمباثوميميتك ممكن زيد الكونتراكتيلتي، صح؟ كل الزين. إضافة إلى هذا، هاي طبعا عامل، يعني العامل الثالث ممكن زيد الكونتراكتيلتي هو الهارت ريت. هسه راح ناخذ القصة مالته. الفاكتور اللي راح يسوي لي بوزيتيف اينوتروبيزم، طبعا على فكرة هاي امسحوها، أنا هاي يعني راح أسوي تعديل على الكتاب المفروض وأشيلها، يعني هاي زايدة، أوكي؟ هاي لا تقروها ولا شيء، يعني ما لها اي اهميه وما لها، بس مجرد مصطلحات تقولكم ما بيها فائده، فبالتالي هذه امسحوها من يمكم، ان شاء الله نغير الكتاب راح احذفها لان ما لها داعي، تمام؟ عندي فاكتورز راح تزيد لي الكونتراكتيلتي، فبالتالي يقول عنها بوزيتيف اينوتروبكس، اللي هي شنو؟ اول واحد الهارت ريت. لقوا انت كل ما يصير عندك انكريز بالهارت ريت معناها شنو هو؟ معناها راح يصير مور كالسيوم انفلكس. تخيل انت من زيد الهارت ريت معناها الاكشن بوتنشال راح يزيد، معناها البلاتو راح يصير مور كالسيوم انفلكس. هذا الكالسيوم انتري احنا مثل ما اتفقنا الكونتراكتيلتي هي بالاساس تعتمد على الكالسيوم، فبالتالي نتيجه لهذا من عندي مور اكشن بوتنشال بير يونت تايم معناها مور كالسيوم انتر ذا مايكاردال سيل. اوكي، معناها مور كالسيوم راح يصير عندي بالساركوبلازميك ريتيكولم، معناها مور كالسيوم راح يصير له بي ريليزنج وبايندنج للتروبونين سي وانيشيتس كونتراكشن. فبالتالي نتيجه لهذا، هذا السبب الهارت ريت يزيد لي الكونتراكشن نتيجه لزياده الكالسيوم. هذا اول فاكتورز. الفاكتور الثاني اللي هو السمباثيتك ستيموليشن. لقوا انه السمباثيتك ستيموليشن يزيد لك الكونتراكتبلتي او يشتغل كبوزيتيف اينوتروبيك عن طريق تو فاكتورز. الاول انه هو ايضا شلون قضيه الهارت ريت يزيد لك الانورد كالسيوم كارنت ديورنج بلاتو. اوكي، فيزيد لك الاكشن بوتنشال ويزيد لك الكونتراكشن، نفس القصه اللي حكيناها قبل شويه بالهارت ريت. فبالتالي هو يزيد لك الانتراسيولار كالسيوم.
مو فقط هذا، لا، لقوا انه هو ايضا يزيد لك الكالسيوم بامب اوف ذا ساركوبلازميك ريتيكولم. يعني شنو هو؟ يعني ببساطه يزيد لك، تتذكرون احنا قلنا من يخلص عند الاكشن بوتنشال اكو تيجي مهمه الكالسيوم اي تي بي اس بامب، اللي هي راح ترجع لي تسوي لي ستورج للكالسيوم بالساركوبلازميك ريتيكولم حتى بعدين نستخدمه، صح لو لا؟ مو قبل شويه هذا الشيء حكينا. لقوا انه هاي الكالسيوم بامب راح تزيد الاكتيفيتي مالتها عن طريق السمباثيتك ستيموليشن. عن طريق شنو؟ عن طريق شيء فوسفوريليشن اوف سبيشال بروتين موجود على الساركوبلازميك ريتيكولم نسميه فوسفولامبان. هذا البروتين موجود على السيرفيس اوف ساركوبلازميك ريتيكولم، نسوي له فوسفوريليشن راح يسمح مور اكيوميليشن اوف كالسيوم وذين ذا ساركوبلازميك ريتيكولم، فبالتالي راح يزيد الكالسيوم افيلبل حتى استخدمه ليتر اون. فاذا اني اخلي ببالي عندي الهارت ريت يزيد لي اياها عن طريق شنو؟ عن طريق انكريز كالسيوم. طبعا بيا طريقه انه هو راح يزيد لي الاكشن بوتنشال، فبالتالي معناها مور كالسيوم عندي دي يصير، معناها مور كالسيوم راح يدخل للساركوبلازم ريتيكولم، معناها مور كالسيوم افيلبل فور كونتراكشن. بالمقابل السمباثيتك راح يشتغل بطريقتين، اول شيء يزيد لك الكالسيوم بالبلاتو، يزيد لك الكالسيوم، والخطوه الثانيه عن طريق الفوسفوريليشن اوف فوسفولامبان، وهذا الفوسفوريليشن مالته معناه راح يخلي لي مور كالسيوم اكيوميتد ان ساركوبلازميك ريتيكولم، فبالتالي راح يكون افيلبل فور فرذر كونتراكشن، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه الثانيه. النقطة الثالثة اللي هي مثل ما قلت اللي هي الدايجوكسين، اللي هو شلون راح يشتغل؟ ببساطة أنا عندي اللي هو الأساس مالته يكون انهبيتوري للصوديوم بوتاسيوم أي تي بي اس، أنا عندي هذه صوديوم بوتاسيوم أي تي بي اس، من يجي أنطي الدايجوكسين راح يسوي لي انهبيشن للهاي تشن. نتيجة لهذا الشيء أنا هاي تشن بالأساس وظيفته شنو؟ تطلع لي صوديوم وتدخل لي بوتاسيوم، من أسوي لها انهبيشن راح يصير عندي accumulation of sodium فيزيد عندي الصوديوم. بالحالة الطبيعية الصوديوم later on، أنا تخيلوا حتى نفتهم الحالة الطبيعية بالبداية، أنا عندي هنا channel ده تطلع لي الصوديوم وتطبب لي بوتاسيوم والأمور ماشية. نتيجة لهذا الصوديوم ده يقل داخل الخلية، طبعا ده أحكي قبل ما أعطي أي medication، فبالتالي من اللي راح يعوض؟ عندي شيء نسميه صوديوم كالسيوم exchange، اللي هو ببساطة راح يحاول يعوض عن طريق يطلع الكالسيوم ويطبب لي صوديوم حتى يعدل لي هذا الليفل اوف صوديوم. الدايجوكسين شلون يشتغل؟ ببساطه راح يسوي انهبيشن لهاي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس. من سوى لها انهبيشن معناها ما عندي صوديوم راح يطلع، فراح يزيد عندي الصوديوم. نتيجه لهذا الشيء هنا انا بعد ما احتاج اني هاي الكالسيوم صوديوم اكسشينج، ما احتاج الصوديوم يجي يدخل لي، ليش؟ لان انا عندي انف صوديوم انتراسيلولار. فهنا انا راح اسوي اندايركت انهبيشن لهاي الشانل، فبالتالي بعد ما راح يطلع عندي الكالسيوم out of the cell فيزيد عندي الكالسيوم intracellular فيساعد لي enhance contractibility. بالضبط هي هاي الفكرة، فبالتالي هو enhance force of the force of contraction by what? By inhibition sodium potassium ATPs. من أسوي الانهبيشن راح يصير عندي sodium accumulation، هذا sodium accumulation راح شنو يسوي لي inhibition للsodium calcium exchange. اوكي، فبالتالي الصوديوم كالسيوم اكسشينج من اسوي له انهبيشن معناها راح يطلع عندي الكالسيوم اوت فليكس، يزيد عندي الكالسيوم انتراسيلولر فيزيد عندي الكونتراكتبيليتي، فبالتالي خلي ببالي هذه النقاط. اذا عندي الهارت ريت، عندي السمباثوميمتكس، وعندي الدايجوكسين، خليها ببالي هي هذه تزيد لي الكونتراكتبيليتي. بالمقابل عندي ملتيبل فاكتورز، واهمها طبعا كلها ممكن نعكسها، يعني اقدر اقول لك انه اذا انطي سمباثيتك انهبيترز اوكي ممكن تقلل لي هذا، لكن احنا هذه ان شاء الله بعدين ناخذ التفاصيلها ويا الفارماكولوجي. خلينا نحكي هنا فقط على الباراسمباثيتك. لقوا انه الاستايكولين ممكن يشتغل على الماسكارينك ريسبتر اوكي، فديكريز فورس اوف ذا كونتراكشن ان ذا اتريوم. وهنا انا اسال سؤال، ليش قال لي بس بالاتريوم؟ راح يخلي الفورس اوف كونتراكشن ممكن؟ شنو السبب هنا؟ بالضبط، لان احنا ببساطه قلنا بالمحاضره السابقه ترى الباراسمباثيتك ما له افكت على الفينتريكل، اوكي؟ وهذا الشيء حكينا، انا ما عندي ماسكارينك ريسبتر بالفينتريكل، فهو الباراسمباثيك مين افكت مالته على الاتريوم، ونخليه ببالنا هذا القصه. اذا الباراسمباثيتك راح يشتغل على الماسكارينك ريسبتر ويقلل فورس اوف كونتراكشن ان ذا اتريوم،
by what? By decreased sodium influx. هاي نخلينا ببالنا راح يعكس شغل السمباثيتك بالضبط. تمام. واضحة الفكرة أطباء؟ عندنا شيء؟ عندنا استفسار لو تمام؟